أبونا، عندنا سؤال دائما بيشغلنا وبتردد على بالنا. الكتاب المقدس له 2000 سنة موجود، ولحد الحين هو موجود بين إيدينا من آلاف السنين. فهل من إثبات إنه هذا الكتاب المقدس خصوصا الإنجيل هو من الله تعالى؟ بعد إذنك أستاذ علاء، خلينا نركز على الإنجيل المقدس. يعني إحنا لما نقول الإنجيل نقصد بالمعنى الحصري البشارة، البشرى السارة الواحدة كما ألهمها الله وأوحى بها إلى كل من متى ومرقس ولوقا ويوحنا، زي ما نقول بالعرب الدارج الأربعة أناجيل، ولكن تشمل أيضا كل العهد الجديد 27 كتيب. في عنا ممكن إثبات هذا الشيء من داخل الإنجيل المقدس نفسه، ولكن أحد الأصدقاء طلب مني إثبات من خارج الكتاب. يعني بدك تثبت من خارج الإنجيل إنه الإنجيل من عند الله، ما في عندنا مانع، مع إنه كيف بدك تثبت في منزل بيت أنت بتشوفه بس من برا، كيف بدك تثبت إنه هذا البيت شريف أو بعيد منكم غير شريف إذا بتشوفه من برا؟ بدك تدخل جوا البيت تعرف تاريخ هذا البيت، تعرف شو بصير جوا هذا البيت. ولكن لا بأس، احنا فعلا هذا الشاب الحبيب الأديب اللي بحييه عبر هذه الشاشة يستأهل كل خير، وكما قال لنا القديس بطرس في رسالته الأولى فصل 3 آية 15: كونوا دائما مستعدين أن تجيبوا عن الرجاء الذي يعمر قلوبكم، حتى مش بس أن تجيبوا، أن تدافعوا، لأنه في اليوناني في كلمة أبولوجيا، أبولوجيا يعني دفاع مش بس جواب. طبعا دفاع مش بالقوة ولا زي ما بقول بالعرب الدارج بالصلبطة ولا بالبلطجة، لا، دفاع بالعقل والمنطق. هل هي مدرجة كلمة دفاع بالترجمة العربية للكتاب المقدس؟ في بعض، طبعا الكنيسة والعلم لا تعتمد على الترجمات، أما هو الترجمة هي نقل، العلم والكنيسة يعتمدان على الأصل. في الأصل في أبولوجيا، أبولوجيا معناها الأول الدفاع، معناها الثاني الجواب. وطبعا أنا شخصيا بفضل المعنى الأول. على كل حال المسألة بدها بحث، عشان هيك فضلت أحكي عن الأصل اليوناني لبطرس الأولى فصل 3 آية 15. إذا نيجي ل من الخارج، خلينا نقول من الخارج، شو اللي بثبت لي إنه هذا الكتاب الذي نتميز به نحن المسيحيين عن اليهود، وطبعا نتميز به عن المسلمين وعن البوذيين، إنه هذا الكتاب من عند الله قبل ما أفتح الكتاب؟ هون الأب، هاي عندك كتاب حلو، خلينا نورجينا الأخوة والأخوات المشاهدات والمشاهدين، هل من سمو في المسيحية؟ إذا بنحب نعمل عليه، بعرفش إذا التركيز أو الزوم بيزبط مع هاي الكاميرا الصغيرة ذات الفعل الكبير. سلسلة الإيمان الحي من منشورات المكتبة البولوسية، البولوسية مش الأفلام البولوسية تبعت أغاثا كريستي اللي هي بجونيا لبنان. سلسلة الإيمان الحي، كتاب هل من سمو في المسيحية، هو العاشر في هذه السلسلة، للأب جبرائيل فرح البولسي. هذا الكتاب، شكرا أستاذ، يعني بيقول الأخلاقيات المسيحية، كيف أنه في هذا كيف أو بدي أزيد على ما ورد في هذا الكتاب، انتشار المسيحية رغم صعوبة هذا الكتاب. كيف يعني؟ يعني إنه
أو زي ما بقول القديس أوغسطينوس، المسيحية انتشرت زي ما كتب لي هون أحد الإخوة الشبان المؤمنين الأحباء. المسيحية انتشرت إما بمعجزات أو من غير معجزات. إذا بمعجزات معناتها من عند الله، وإذا من غير معجزات برضو من عند الله، لأنه انتشارها من غير معجزات هو معجزة. أكيد. هذا القديس العبقري أوغسطينوس. ليش المعجزة؟ لأنه في كثير أديان ومذاهب انتشرت، لأنه الأخلاقيات، خلينا نركز على الأخلاقيات، أخلاقيات الإنجيل الطاهر هي ضد غرائز الطبيعة البشرية، ضد كيف انت بتيجي بتحكي اشي ضد ميول الناس الشريرة وهذا الاشي بيمشي وهذا الاشي بيقبله. مثلا احبوا اعداءكم باركوا لعنكم، هي احنا يا دوب نحب بعض اصدقائنا، يا دوب الاخ في ايامنا يقول مرحبا لاخوه، تيجي يا يسوع الناصري وتقول لي احب اعداءكم وامشي معك واقبل رسالتك من دون اي حرب، من دون اي تجاره، من دون اي مكسب مادي. السيد المسيح بالخلاصة يعني في شريعة الإنجيل المقدس، أخلاقيات الإنجيل المقدس، مشي ضد الفكر اليهودي وضد الفكر الوثني، ومع ذلك يهود ووثنيين تبعوه، لا رفع سيف ولا وزع على البشر مصاري، ولا كان هو تاجر اللي ينتشر مبدأه بالتجارة. أعطوا لقيصر ما لقيصر وما لله وما لله لله. يا بطرس من أخذ بالسيف بالسيف أيضا يهلك، متى 26:52. إذا مضمون، بتقول لي هيا رجعت تحكي لي عن المضمون، يا عم بدنا ننسى هلا المضمون، نحكي عن إيش؟ طريقة انتشار المسيحية من غير عنف. هذول الرسل كانوا صيادين وكلهم ماتوا شهداء، فش رسول من رسل المسيح ما مات الشهيد، ضعفاء، فش لهم ولا اي مركز اجتماعي، مش تقول انه ملك صار مسيحي ولحقته مملكته، هذا صار في القرن الرابع، صياد وعشار و... صح؟ نعم. إذا لا مختلفة كانت، لا وزع فلوس على البشر، لا حارب، ما كانش في نفوذ اجتماعي أو سياسي يسانده، عمره ما دخل حرب، عمره ما حمل سيف، هذا كله يدل على المعجزة الكبرى. ثانيا بدنا ندخل في عمق في هذا الكتاب اللي هي زي ما قلنا ايش؟ انه اليهودي بقول لك الله بحب اليهود، ابناء الله هم اليهود، باقي الشعوب هم عبيده، الرجل احسن، الرجل اليهودي احسن من المرأة اليهودية، والرجل والمرأة اليهود احسن من الوثنيين. لو تقرأوا التلمود وتشوفوا البلاوي الموجودة في التلمود، خصوصا في كتايب سندرين، سندرين يعني المحفل، المحفل وبابا كاما، ويعني بيشنع على غير اليهود، على الجويم، على اللي بشرته محروقة زي ما بقول التلمود. السيد المسيح أعطانا، إذا راح ضد إيش؟ الاستعلاء اليهودي. الوثنيين كان عندهم الفساد، الانحراف، بعيد منكم الانحلال. السيد المسيح برضه وقف ضد هذا الانحراف، ضد هذا الانحلال. اليهود كان عندهم مش في التوراة كشريعة،
بل في التلمود مثلا كتافوت رقم 61 إلى 63 كان عندهم تعدد زوجات. المسيح أجا ضد هاي الغريزة الذكورية التي لا تقبل للأنثى ما تقبل للذكر، وعاود أعلن شريعة الزوجة الواحدة للزوج الواحد كما وردت في سفر التكوين. إذا بتمشي أنت ضد التيار والناس بيمشوا معاك. أكيد. ثانيا وهنا أعود إلى كتاب أبونا جبرائيل فرح، المساواة في الشريعة المسيحية. الشريعة المسيحية الموجودة هون، بدنا نفتح الكتاب زي ما قلنا أحبوا أعداءكم، ما تردوش على الشر بالشر، كثير أشياء ما تحلفش. التطويبات كمان، التطويبات طوبى للفقراء، والناس بتقول الغني هو المبسوط السعيد هو الغني، والفقير هو المسكين. اساسا كلمه مسكين هي اساسا فقير، فصار كل واحد تعيس نسميه فقير، فقير بكلمه مسكين، ما انه المسكين صارت مرادفة لكل أنواع البؤس والشقاء. طوبى للرحماء بأنهم يرحمون. إذا عندنا المشورات الإنجيلية، شو المشورات الإنجيلية؟ الفقر الاختياري، العفة الكاملة اللي المسيح يعطينا مثلها، والسيدة العذراء طبعا، الطاعة، الطاعة بتاع الإنسان، حب يتمرد بحب إرادته عندنا في الكنيسة في السلك الكهنوتي، الطاعة. مين مكان رئيسك بدك تطيعه. إذا زي ما قلنا الوصايا، زيادة على الوصايا التطويبات اللي هي 8 في إنجيل متى 5، والمشورات الإنجيلية، غير عن الأخلاقيات المسيحية. إذا سلمتم على إخوانكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون يفعلون ذلك؟ إلى آخر. هل عندنا المساواة في الشريعة المسيحية؟ المساواة في الشريعة المسيحية لا نجدها مثلا في التلمود. في عندك قانون زواج للرجل يختلف عن قانون الزواج للمرأة، ما يسمحه التلمود للرجل يحرمه على المرأة، ما يسمحه التلمود لليهودي يحرمه على غير اليهودي. شريعتنا احنا المسيحية هي شريعة واحدة في المعمودية، نفس المي منغطس فيها جورج منغطس جورجيت، منغطس كلود منغطس كلودين، نفس المي. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، فلم يعد فرق بين ذكر وأنثى، عبد وحر. عبد وحر في كمان عندك في التلمود تمييز بين العبد اليهودي والحر اليهودي، العبد اليهودي والعبد غير اليهودي. مثلا العبد غير اليهودي ممنوع يغسل أقدام الضيوف، يغسل أرجل الضيوف. السيد المسيح في العشاء الأخير شو عمل؟ غسل أرجل تلاميذه، وهي كانت ممنوعة على العبد اليهودي. إذا السيد المسيح تصرف كأقل، كأدنى من عبد يهودي، وهنا حقق حرفيا أيضا ما ورد في فيليب 2:5 وتابع، ليكن عندكم من الأفكار والأخلاق ما في المسيح يسوع، الذي إذ كان إن مورفيث هو إبرخون، الذي إذ كان في صورة الله ما حسب مساواته لله غنيما، في اليوناني هارباغمون، بل أخلى ذاته وأخذ صورة العبد، أخذ صورة العبد الذات. وين صورة العبد؟ خصوصا في مشهدين هذول غير الفراطة اللي احنا مش متذكرينهم بهاي اللحظة، مشهد غسل الأرجل ومشهد الصلب، لأنه ما كانش يصلب إلا مين؟ العبيد.
المواطن الروماني يقطع رأسه، لا يصلب إلا هذول أبشع المجرمين اللي فيهم خطر على أمن الإمبراطورية الرومانية. العبيد يصلبون يعني حدث ولا حرج. ومين قام بثورة العبيد في روما الوثنية؟ سبارتاكوس. سبارتاكوس وفي آخر المطاف صلب. إذن المساواة في الشريعة المسيحية أين تتألق هاي المساواة؟ بديش أقول إنه عندنا مساواة في أماكن العبادة، مساواة في الصلوات. الرجل المسيحي فيش إشي بيميزه في صلاته عن المرأة المسيحية. نفس الشيء. مش إنه المرأة في ظروف معينة مثلاً حسب بعض أفكار العهد القديم تعد دم أخذ نجسة أو كذا. في المسيحية المرأة تصلي تماما مثل الرجل. أين تتألق هذه المساواة؟ في الزواج. الزواج المسيحي رجل واحد امرأة واحدة، اثنين يساوي واحد، إذا كل واحد منهم يساوي النصف. وهي طبعا عودة إلى أصالة الزواج كما أسسه الله في سفر التكوين. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، امرأته فيصير الاثنان جسدا واحدا. ما قالش يلزم نسائه، يلزم امرأته. المساواة في الشريعة المسيحية. بعدين في المسيحية ليس الإنسان عبدا لله، مع أنه الله هو الخالق، ولكن لا ننظر إلى الخالق كعبيد بنظر لسيدهم. أبوة أبوة. أبوة. هذا الخالق هو أب. أب، مش بس هو أب، هو الأب لجميع الناس. يعني في اليهودية الله أب بس لشعب واحد، في المسيحية الله هو الأب. عشان يقول باسم الآب، الآب من السريان يقول الآب، بس بالعربي لازم يقول الأب. الله هو الأب بالمعنى المطلق، الأب بالمعنى الشامل. عندنا تحديد، أو إذا شأنا، إذا أردنا عفوا أن نعطي تعريفا لله، يعطينا يا يوحنا الرسول الحبيب الله محبة. شو في أحلى من الحب؟ وفي اللغات الساكسونية المحبة والحياة نفس الكلمة، love و life. بالألماني leben liebe، بالهولندي leben liefde، نفس الكلمة. الحب هو الحياة والحياة هو الحب. الله هو أساس الحياة والحب. طبيعة الله هي الحب. طبعا نتذكر نشيد القديس بولس وهو أجمل ما كتب عن المحبة، لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. في اليوناني كمبلون على لازم كمبلون. كلمة المحبة اكتملت على الصليب كمان أبونا. أيوة، ليس لأحد حب أعظم أن يبذل الإنسان حياته في سبيل أحبائه. وحلو هنا نذكر كلمة جبران، خليل جبران أحد عباقرة لبنان والعالم المسيحي والعالم العربي. إذا أحببت فلا تقل، أنا بزيد عليها فقط، فلا تقل فقط الله في قلبي، بل قل أنا في قلب الله. شكرا أستاذ وشكرا لك.